احتجاج عاوتاني احتجاج من مورا احتجاج مطالبه بالحق ديالنا في الاستفاده ديالنا اللي بغاو يلغيوها لينا وبغاو يقصونا هاد الناس من الاستفاده ديالنا وحنا ساكنه يعني ديال المدينه القديمه ابن عن جد ماشي زعاد سكننا مو متفرعين مع والدينا ما حتى شي حاجه كل واحد عنده عقد كراء ديالو كل واحد عنده مسائل ديالو شخصيه من 2018 وحنا تيتماطلوا علينا هاد الناس يعني اخر مره كنتي صورتي معايا راه شفتي اننا دخلنا وعطاونا وعود انهم غيعطيونا حل ودخلنا عندهم فعلا العماله واستقبلنا المسؤول وعطانا وعود ان صافي يعني هذه اخر مره باش غادي يكون الحل لهذا المشكل اللي هو من 2012 هو دارج باش نوقفوا وفعلا وقفنا احتجاج لمده اكثر من شهر ونص ولا شهرين وحنا غاديين جايين للمقاطعه يعني قالوا لنا صافي غتمشيو للمقاطعه ديالكم كل واحد يمشي للدائره التابعه ليه وراه غيلقى الحل تما كاينه في الدائره بدون حلول اخويا وعود كاذبه وعود تمهيدي يا خلادك باش نعسو عاوتاني في ديورنا وحنا في الدار ما نقدوش نعسو شي واخا هما يبغونا نعسو ونسكتو راه الديور ما مخليناش نسكتو راه حنا ساكنين في التراب ساكنين في الريبان ديال بصح يعني الديور تطيح نهار على نهار راك عارف التهالك والرطوبه والشمس شربات الماء المهم حاجه على حاجه داكشي غادي وتيتكرفص دابا هما جاو يعني جات الجهه المسؤوله الجهه المعنيه الدائره المسؤوله التابعه لينا اشنو غادي يديروا دابا غيحاولوا يفكوا هذه الوقفه غادي يعطونا واحد بواحد وعد اجي عندي المقاطعه نقول لك اجي عندي ولكن راه ما كاينش حل حيت الحل الا كانت غتكون هنا في هاد العماله حيت عامل عمله مقاطعه اونفا هو المسؤول على تغيير القرار حيت هما تيقول لك هذا داخل في لي نورم ديالهم نهضروا معاهم حنا قانونيا لي نورم ديالهم ما مطبقينهمش هما علينا يعني انسانيا حنا بوليداتنا والقليل فينا عدوا 3 جوج وليداتنا علاش عطاونا قرارات واش عطاونا اشعارات تقول نجمعوا دواسه وتخليونا تنتاملوا الاستفاده خلونا نصلحوا ديورنا على الاقل عطاونا حق اننا نصلحوا ديورنا سيدي ونسكنوا فيهم ما نخرجوش مستقبل المدينه غادي يعني غيلغيوها هما دابا راه دوروا علينا سور وتنتهالكوا من الداخل تنتكالوا بشويه بشويه الدار اللي رابتها هي حيدات بالنسبه لهم هما تهناو سدو الجوامع ما تيقول لك غنرموهم ما كاينش ترميم كاين الاقفال ما كاينش ترميم حنا شخصيا من الناس اللي تنسكنوا في البلايص اللي مهده نهار على نهار دابا نعطيك الصور تشوف بعينك الصور انت تهضر على راسها بلا ما نهضر انا حشومه كاع حشومه وسط المدينه في عهد ديال محمد السادس وفي الحاله نكونوا حنا باقيين تجيو الناس تيجيو مشكله انا ساكنه بعدا بلاصه سياحيه ساكنه في لوبيرج يعني بلاصه زنق الديوانه مرسى حنا ديما عندنا السياح والريبان السياح والريبان تتقادو السيرفاس اشنو دايره السيرفاس تتقادو الارض اسيدي شوف الضرر فين عندك شوف المشكل فين عندك حيدو من لا سورس ديالو حنا ما طلبنا منكم والو حنا ولاد المدينه وغتقصيونا البلايص ديال التراب غديونا لشي بلايص اللي ما عندنا بهم حنا حتى شي صيله ما فيهمش حتى الحضاره باقيين داخلين في القراوي وقلنا لا ماشي مشكل ندخلوهم نمشيو نخلصوا رزقنا هي استفاده راه ماشي مساعده يعني ماشي استفاده راه غير مساعده استفاده هي يعطوك شي حاجه فابور هذه مساعده تعطيوها لك الدوله تتخلص منا واحد النسبه والنسبه تتخلصها عليك سيدنا حتى واحد ما تيخلصها عليك وهما هذاك الشيء اللي عطاك سيدنا باقي ما بغاوش يوصلوا لك على باش يبروا هذا الشيء تيبروا تيقول لا نتوما متفرعين لا سيدي حنا ماشي متفرعين حنا كل واحد ساكن في دارو كل واحد عنده عقد كراء ديالو والدينا تيسكنوا بجهه وحنا تنسكنوا بجهه اخرى حتى علاقه بهم وحشومه هادشي عينا بهادشي عينا بهاد الوقفات وعينا بالوعود وعينا بغينا حلول قسما بالله حنا راه الشا خلعانه يعني مابقيناش قادرين نجلسوا في ديورنا علاش حيت تيضرب عندنا الضو تيفاد عندنا القوادس حاجه وحشه وجهك قوادس يعني معاناه اما نقولش لك يعني ما تقدر تهز حوايجك باش تدوز والضو كذلك بلا الريبان وعلاش انا تطيح عليا الدار عقل عليا انا عقل عليا انت شحال من مره دويشي معايا منطيح عليا الدار اخويا بلا ما تجي تصورني تجي عند هذا المسؤول اللي انا جيت غوتت عليه وبكيت عليه وشكيت عليه وجبت ليه ولادي وما حنش فيا مغاني تريب عليا الدار انا تنحمل مسؤوليتي ومسؤوليه هاد الناس كاملين بولادهم هاد الناس تيتماطلوا بالعربيه تاع العرب تيتماطلوا حيت الجماع راه غادي يضطروا السيمانه غادير فيها الجماع ماشي مشكل امام هذا مشكل بسيط في ربع ساعه تيتحل غنتناقشوا عليه غيتجمعوا اللي جا المسؤول على هاد الشيء غتجمعوا غدير حل هادشي تنعرف ماشي احنا غنجمعوا احنا تنراسلوا احنا تنوصلوا ميساج ديالكم اسيدي كنتو توصلوا ميساج ديالنا كنا تحل من 2018 احنا تنغوتوا راه حنا عينا راه مرضنا راه ولينا تناخذوا دوايات بسبب هاد الشيء الا كانت هاد الاستفاده غتقتلنا كون عطاونا غير حق اننا نصلحوا ديارنا ونجلسوا فيهم صلحوا ديورنا ونقصوا فيهم ما مشاو فين الا كان فيهم ما يتصلح قالوا لهم ما تضربش مسمار
ما درش مسمار وبقى جالس تقطع عليك هذيك الدار. لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. شيك اخر كلمه غنقولها لك اخويا، حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين اللي واخدين مناصب باش انهم يؤديوا الواجب ديالهم وما تيؤديوش الواجب ديالهم.